رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد. مناوي يفتتح بالفاشر دورة بناء السلام وحماية المدنيين. وأحمد أبو القاسم هاشم يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية السودانية. حياكم الله، هذه نشرة الأخبار من قناة الهلال الفضائية، معكم فيها محمد السعودي. وإلى تفاصيلها، إذ ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك نهار أمس الاثنين بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التنويري الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية ونائب مدير جهاز المخابرات العامة ومدير عام قوات الشرطة. هذا واستمع الاجتماع لتنوير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة والمعالجات التي تمت في بعض المناطق مثل مناطق إنتاج البترول وأسد مروي. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن انتشار قوات الشرطة والقوات المشتركة في ولاية الخرطوم أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة والتفلتات. هذا وأشاد رئيس مجلس الوزراء بقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى للدور الكبير الذي تقوم به من أجل بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات والتصدي لتفلتات وإلقاء القبض على مرتكبها. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار على المشروعات والبرامج التنموية التي سينفذها كرسي اليونسكو الأيسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بولاية النيل الأزرق وإمكانية تسخيرها لخدمة المرأة الريفية بالإقليم. ووعد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم البروفيسور أمال محمد إبراهيم مدير الكرسي بمتابعة المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذها، متمنا الدور الكبير لكرسي اليونسكو لدعم التنمية المستدامة وإعادة التوطين بالنيل الأزرق. أشاد حاكم إقليمي دارفور مني أركم الناوية اليوم بالفاشر بأدوار المركز الإفريقي للحكومة أو للحكومة والسلام ومبادرته في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف لتعزيز وترسيخ السلام، مشيرا إلى أهمية التدريب وبناء قدرات المقاتلين السابقين وغير المحاربين لمرحلة السلام، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة الاهتمام بشريحتي المرأة والشباب باعتبارهما عنصرين مهمين من عناصر بناء السلام. أكدت ورقة سد النهضة صراعا مستداما أم تنمية مستدامة على ضرورة إتباع سياسة خارجية متوازنة ما يحقق مصالح السودان الاستراتيجية وحسن الجوار مع أثيوبيا ومصر وجميع دول حوض النيل. ودعت الورقة التي قدمتها دكتورة ابتهال جمال الدين بجامعة الزعيم الأزهري في ورشة سد النهضة الفرص والمخاطر التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع سونا بمقر الجامعة مؤخرا إلى التعاون بين الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا في مسائل إدارة المياه. وأشارت الورقة إلى الاستطلاع الذي أجرته حول الأضرار والفوائد المتوقعة لسد النهضة، حيث قال 74% من المستطلعين بأن له فوائد و16 قالوا ليس له أي فوائد. أوضحت الورقة أن أكثر فوائد السد وفقا للاستطلاع توفير طاقة الكهربائية الرخيصة وتنظيم انسياب مياه النيل للري ومنع الفيضانات وحماية بحيرة خزان الرصيرس، وأن أكثر أضراره انهيار السد وإغراق المدن من حوله ونقص حصة السودان من المياه وتقليل الخصوبة. رياضيا، حيث عادت إلى البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أن أدى الأزرق مباراته في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا أمام فاصل كيني مياو التي انتهت على وقع التعادل بهدفين لمثلهما أول أمس بمدينة بحر دار أقصى شمال إثيوبيا. هذا ورفض المدير الفني للفريق منح لاعبيه قسطا من الراحة حيث أخضع البدلاء والذين لم يشاركوا لتدريبات استشفائية بصالة الجمانيزيوم الملحقة بالفندق والذي حلت به البعثة التي تحركت نهار أمس بالطيران صوب العاصمة أديس أبابا.
خاطب نادي الهلال الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بمطالبة الحضور الجماهيري في المباراة الافريقية التي يخوضها فريق الكرة الاول بالنادي امام فاسيل كينيميا الاثيوبي يوم الاحد المقبل برسم اياب الدور التمهيدي من مسابقة الابطال. وحدد الهلال في طلبه السماح بحضور 25 ألف مشجع في مدرجات الجوهرة والتي تتسع لنحو 60 ألفا من المناصرين. هذا وكتب هشام الصباط رئيس نادي الهلال على صفحته بفيسبوك: إيمانا منا بالدور الكبير والبارز لجماهيرنا الوفية، خاطبنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم من أجل السماح لنا وبتواجد 25 ألف مناصر في مباراتنا المرتقبة أمام فاسيل كينيميا الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة أبطال إفريقيا. وأضاف رئيس الهلال: وقد أرفقنا موافقة السلطات الصحية بالسودان مع الخطاب، ونأمل موافقة الاتحاد القاري ونلتزم من جانبنا بكافة التدابير المطلوبة والبروتوكولات الصحية لفيروس كورونا. أخضعت الوحدة الطبية لنادي الهلال ثنائي فريق الكرة الأول محمد عبد الرحمن وأبو عاقلة عبد الله إلى فحوصات طبية بمستشفى كامبي بمدينة بحر دار الإثيوبية يوم أمس، وذلك للإطمئنان عليهما، حيث تعرضا للإصابة في مباراة الفريق أمام فاسيل كينيميا الإثيوبي يوم الأحد. واشتملت الفحوصات على رنين مغناطيسي وصور أشعة، حيث أكدت الفحوصات سلامتهما وأن الإصابتين عبارة عن كدمات، حيث سيخضع الثنائي إلى جلسات علاج بالخرطوم. هذا وأكدت الوحدة الطبية عودتهما للفريق خلال الأيام المقبلة. أعلن نادي الأهلي الخرطوم اعتذاره من مواصلة المشاركة في كأس السودان الذي تأهل فيه إلى نصف النهائي لمواجهة الهلال، وأرسل خطابا بهذا الخصوص للاتحاد السوداني لكرة القدم. هذا وعقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد اجتماعا طارئا اليوم، وبعد النظر في خطاب الاعتذار قررت اعتماد الهلال متأهلا لنهائي كأس السودان لمواجهة الفائز من لقاء المريخ وأركويت الخرطوميين. حذر حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد الكرة السودانية المريخ من مواجهة نفس مصير حي الوادي نيالة. هذا ويستضيف المريخ نظيره إكسبريس الأوغندي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. وقال أبو جبل في تصريحات: مباراة المريخ وإكسبريس ستقام باستاد مدينة وهو الملعب المحدد مسبقا، وأضاف: يجب على المريخ الترتيب والتنظيم الجيد والاهتمام باللقاء حتى يتفادى ذات سيناريو حي الوادي نيالة. هذا وكان الاتحاد الافريقي قد ألغى لقاء الذهاب بين حي الوادي نيالة والأهلي طرابلس بكأس الكونفدرالية بسبب أزمة الملعب، وقرر الاكتفاء بخوض المباراة الأولى، حيث حدد المريخ عبر الاتحاد السوداني قلعة الشيكان ملعبا لمباراته أمام الإكسبريس يوم الأحد القادم. عقدت صباح اليوم الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية السودانية بصالة السلام بالحديقة الدولية بالخرطوم بمشاركة 41 اتحادا من أصل 44. وبعد اكتمال جدول إجراءات الجمعية العمومية أجري التصويت لانتخاب إدارة جديدة، حيث جاءت النتيجة بفوز أحمد أبو القاسم هاشم بمنصب الرئيس ب 17 صوتا مقابل 5 أصوات للسلاوي، وجاء خالد عبد الله حمد نائبا أولا لرئيس اللجنة ب 18 صوتا مقابل 5 أصوات لخالد طلعت فريد، وفاز بالنائب الثاني طارق عبد السلام بالتزكية، بينما جاء أبو رف محمد السير أمينا عاما ب 16 صوتا مقابل 7 أصوات لحسام هاشم، وجاء عماد فاروق أمانة المال ب 18 صوتا مقابل أسامة محمد عثمان ب 5 أصوات، ودكتورة زينب طلحة مقعد المرأة بالتزكية، وإسراء محمد أحمد خوجري المقعد الأولمبي بالتزكية. وفي أعضاء المكتب التنفيذي فاز كل من عبدو عبد الفراج وعكرمة هاشم هارون وصلاح موسى وعادل أحمد معتز خلف الله والمعيز عباس ورمزي يحيى. نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد. مناوي يفتتح بالفاشر دورة بناء السلام وحماية المدنيين. وأحمد أبو القاسم هاشم يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية السودانية. هات النشرة، للقاء.